أولا أبشر نفسي وإياكم بقول الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالإنسان يحرص كل الحرص على طلب العلم النافع، هذا العلم القائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو عنهم. وهذا العنوان الذي وضع أو عنونت به هذه المحاضرة العروة الوثقى كما هو معلوم جزء من آية من كتاب الله تعالى من سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد في المقدمة، قال: هذه الآية هي أوضح آية في تفسير لا إله إلا الله. قال: لقوله تعالى قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت، قال هذه تشرح لا إله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قال ويؤمن بالله تشرح قول إلا الله. فلا يستحق العبادة أحد كائن من كان إلا الله سبحانه وتعالى. بعدين العروة الوثقى، قال البغوي في تفسيره: الوثقى مؤنث الأوثق. وقال ده الرباط العقد المحكم. قال: وقيل المقصود السبب، يعني ده أعظم سبب يتعلق به العبد، وهو أعظم جوانب الدين كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لا إله إلا الله. قال: وقال الضحاك، وقال سعيد بن جبير، وقال الضحاك، قال: العروة الوثقى لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي لا إله إلا الله. والليلة يا جماعة لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله. الليلة الناس كثير من الناس بيقولوا وبخالفه لا إله إلا الله، وتلقاه يقول غير الله بيعلم الغيب، غير الله بيعلم الغيب، تروح منه غنماية ماشي للفكيه، ولا الفكيه الغنماية دي مشت وين؟ الفكيه بيعرفها كيف؟ غنماية دي راحت يا بيعرف الراعي يا السخيل بتاعه. انت الفكيه ده تابع لأتوفيون، ما هو الراعي ده بتعرفه ولا السخيل ولا تتفتشها بتلقاها في أقرب كوشة. جماعة ماشيين واشرك بالله عشان غنماية معقولة؟ بعدين رب العزة والجلال وراك في القرآن، قال عن الملائكة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يا أخي ملائكة ما بيعلموا الغيب، إجي الفكير بيعلم الغيب. شكير ألباني واحد قال له: أنا بعلم الغيب.
قال له دار معاك مناظرة وأنا بعلم الغيب. قال خلاص عندي سؤال. قام ذاك طبعا ذاك دقس. قال له سؤالك شنو؟ قال له أنت ما كنت بتعلم الغيب، وريني سؤالي شنو. بس انتهى المناظرة معه، بقى مارق. والله أنت ما كنت بتعلم الغيب، السؤال شنو؟ زول عليك الله زي ذاك الغيبير أمس قال لنا، قال بيعلم الغيب وقال شنو كذا، جاب لك كلام شين أنا ما دار أجيبه. زول بيعلم الغيب شو؟ والله قال في القرآن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. زول عنده مزرعة تلقاه الجماعة شايل عموده من الصباح من الصبح شغال في مزرعته، جاء وقت الفطور خدت العمود يطلع الأكل في الشجرة بتاعته، عنده شجرة بتاع الظل فيها ظل وقاعد يأكل، والصفق واقع بيجاي واقع بيجاي وشي أصفر وشي بيجاي مقطوع ووك إلى آخره. كان قال له دي شجرتك؟ يقول هاي فيها كم صفقة، قاعد في ظلة فيها كم صفقة؟ لا أقول لك ما بعرفها. والله سبحانه وتعالى فوق العرش ويعلم، قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإبراهيم عليه السلام جاب عجل للملائكة قدموا لهم، وعلم إنه الملائكة لا بيأكلوا ولا بيشربوا، لكن لو أنهم جوا في صورة بشر قدموا. تقول لي إذا بيعلم الغيب. موسى عليه السلام ثلاثة مسائل قبل ما تبدأ. الخضر قال له عليه السلام وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. تقول لي إذا بيعلم الغيب. والهدهد طيرة. قال لي سليمان عليه السلام ما رب العزة والجلال قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد هدهد جراجع فقال أحط بما لم تحط به. هدهد قال له سليمان عليه السلام أنا عندي خبر أنت ما عندك، باقي لك ده بيعلم الغيب. سليمان عليه السلام هدهد قال له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. هدهد زعلان قال ناس رجال بشنبات مالكاهم مرة. والله ناس عجيبين ويجوا يقول لك إمامة المرأة والمرأة. هدهد استنكر الكلام، مرة تصلي بالرجال أخذي لخبة ساعة يا ناس، إمامة بتاعت مرأة شنو يا أخي لكل لخبة. والله يا ناس ماسكين أفكار زي دي، إمامة المرأة والمرأة تقوم تصلي وإلى آخره. يا ناس موضوع طويل. الهدهد زعلان قال زعلان من حاجتين، واحد قال لي إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. اثنين زعلان من شنو تاني؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طير زعلان لله سبحانه وتعالى، قالت النازل بيسجدوا للشمس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لذلك إذا كان سليمان عليه السلام ما بيعلم الغيب، فغير الله ده ما بيعلم الغيب أصلا. غير الله سبحانه وتعالى ما بيعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات
والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والناس كلامنا ده ما تتضايق منه حتى لو سمعوه مكرر، اتحملوه، لأنه الليلة يا أخي الغنى يجيبوا أغاني فيها شركيات زي دي، والله غنية عديل تركب البص يجيبوا لك بيت تغني ست الودع ومرات ولد، ست الودع أرمي الودع لي كشكشي، شوفيه لي كان فيه شيء قوليه لي ما تختشي، ما لخبتت دي في ست ودع بتعرف هنا تمشي للوداعية تقول لك انت بيجوك بعد شهرين ثلاثة أولاد أو تيمان ولدين وانت تكون عزابي وانت ذاتك ما تزوجت، يجوا كيف بالطريقة دي؟ ولذلك كذابين سايا خلا قال في القرآن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فما فكي غشك يوهمك زاي أنا بعرف الرايحة، والفكي ذاته رايح ما عارف الدرب وأنا بعرف إيه وأنا بسوي إيه، ده كلهم هوس. اثنين من العروة الوثقى لا إله إلا الله أن لا تدعو غير الله، تدعو الله بس. الله ده عظيم يا جماعة، الله ده عظيم، الله قوي وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. الأرض دي ما كبيرة واسعة؟ واسعة. السماء الأرض يخطوها مع السماء كحلقة ملقاة في فلاء، حلقة بتاع السيسي ارموها في الصحراء دي الأرض مع السماء. سبع سماوات ومع الأرض يلمون مع الكرسي كحلقة ملقاة في فلاء، مع الكرسي، الكرسي مع العرش كحلقة ملقاة في فلاء. شوف العرش ده قدر كيف، ورب العرش فوق العرش مستوى عليه سبحانه وتعالى، وهو أكبر من العرش جل وعلا، حجابه النور. قال الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الأعراف ثم استوى على العرش. قال مجاهد في صحيح البخاري أي على العرش سبحانه وتعالى. وفوق هنا ديتا الآن تميد يدك فيها شعر، قالوك يدك دي فيها كم شعر انت ما عارفه، والله يعلم بها يدك ذاتها، والله الذي لا إله غيره. فكل إنسان يعظم الله سبحانه وتعالى، يا أخي عظم الله القوي جل وعلا، ما تعرض عنه تمسك في مخلوق. يا أخي أنا أدي لي زول يا أخي يا فلان الحقنا، هو بيتغدى الشيخ بيتغدى شطة حارة والسمك طائم بيتغدى وأنا أنادي فيه الحقنا، يعني يا خنق بيشوكة ولا ذي يسوي شنو ذي يلحقك كيف، أنا داري أعرف. وزول مشغول برا وبياكل يقول لك والله شيخنا ده خطير، خطير ماله؟ لك والله ده بأكل مسجد كامل، بأكل مسجد أي، والجماعة تعبانين ماشين للشيخ وبركة الشيخ وناي، امشوا له اديهن عصيدة رأس ماله 3 جنيه حامضة، ويدوه 50 جنيه بياض، والعصيدة رأس ماله 3 جنيه في 47 راحت وين؟ عليم ربه، صح ولا ما صح؟ شاله ابوك الشيخ شغال شنو بتاع رقشة؟ لا. شغال في الفرم؟ لا. شغال طلبة؟ لا. شغال شنو؟ شغال بياضات، انت ما عارف ساي يخدت له تحت المخدة. بعد فترة يقول لك الزول باكل المسيد كله، وده ضاربة انت ما جايب في 47 من ده و 47 من ده وشغله، وده بأكل المسيد وبيأكل تجي قروش. الله مش بأكل المسيد، العالم شت بيأكله، وشيخك ده بأكل عصيدة، الله بأكل الناس سمك وجداد وحاجات تانية وباسطة بيلبو، ما شايف المحلات وإسكريم يوم ذاك أكلنا إسكريم راغب تاكل دين، والله كلها لخبطة في نهاية الأمر، والله الله يا أخي بيأكلك أنت ما تشكر الله، الله بأكلك وما بيأكل، وزولك ده بأكلك عصيدة وبيضرب اللحم، ما جاب خبر ساي. قال تعالى قل
أغير الله أتخذ وليا؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى. شكي رب العزة والجلال قال في القرآن: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه إلا رب العالمين؟ الذي خلقني فهو يهدين، فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبك ده يكون سليم من الشرك ومن البدع من الأحقاد من الأحساد، تحاسب نفسك تتوب إلى الله تعالى. ولذلك توحد الله، ما تنادي فقيه، نادي الله بس. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ما دعلك حجاب، وده حجاب سكين، وده حجاب مطوة، وده حجاب عقرب، وده حجاب طلق، وده حجاب ايه. ذول الغريبة تلقاه يشيل حجاب أخوه، وأخوه مقتول بطلقة يشيل الحجاب يركبه. أنت فاهم حاجة؟ والله الذي لا إله غيره. مرة ناقشت لي واحد في كافوري مسجد هناك، ذاك لابس الحجاب وجا ناقشني في واحد عقيد في الشرطة، سمع النقاش جا قعد. ده بقول له في الآيات: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الزول اللي بيتكلم هو الحجاب ده وإلى آخره والطلق وتعمل لها كده. العقيد قال له: أنا مشيت، قال له عمليات، قال له مشى معاي واحد تاني دفعتنا، قال له ده لابس حجبات دفعتي ده وأنا ماشي ساي كده توكل على الله تعالى. قال له: والله أول ضربة اتضربت زولي ده مات وأنا حي لأسي. قال بحجابه انترم خالق ده بقى مارق. يا أخ تقول لي حجاب بتاع شنو يا أخ؟ ناس هوس يا أخ. وزو شايل الحجاب يقول لك حق محبة، تقول له ده من شنو؟ يقول لك قرآن، قرآن بيدعوك تحب البيت كده، تفكر براحة كده. وبيت ماشي كذب عليها، وأنا كيف وإن شاء الله تمام، وبعدين والليلة وبكرة، وكيف أصبحت وكيف أمسيت، وأنا بحبك حب شديد حار جدا. والقرآن بيشتغل لك شغل زي ده؟ أنت بتلعب بالدين؟ والله الذي لا إله غيره. تلقى ماشي داخل الحمام تقول له حجاب قرآن، أي هاب تخش بها الحمام يقول لك لا بقلعه خدته برا، والحمام جوا بيحفظك منه يقول لك الله. طيب حفظك في الحمام برا كيف؟ والله لقى الحجاب ده حق ولابسه من الشياطين، والحمام ده بيت شنو؟ ده بيت المعلم ذاته. انت خاش وين؟ انت يا تخش بها جوا، قلت له قرآن ما بخش بها يا الموضوع ده كيف؟ والله الذي لا إله غيره. زي واحد في الحاجوز بيتكلم، قال واحد راكب حماره، بعدين لما في بتاع حجبات قال لنا اكتب لك حجاب، انت ماشي الخلا اكتب لك حجاب من العقارب. قال لا زول انا والله من حماري ده ما نازل،
كان في حجاب بتاع عقرة اكتبوا للحمار ده بداوس العقارب دي بكر عدل. قال له الحمار ده بيحفظ والله. وطيب قال له حفظ الحمار انا المكرم ده ما بيحفظني؟ ولقد كرمنا بني ادم. تقول بتفهم كيف؟ واحد والله في 17 سمعته بيتكلم قال في حجاب بتاع نمله. السيد زول ما كسلان بيلبس الحجاب من النمله. تقيل الحجاب ولا النمله؟ تقيل يا تو. ناس كساله والله الذي لا اله غيره وبلاوي ثقيله جدا. خليك زول قوي يا اخي. زول تلقى سواق لوري عاتي تلقاه فوق تلقى لابس له حجاب وعاتي. واحد تلقى ضعيف ما في حجاب ده حافظ الله. طيب تعال اللوري ده برضه بيحفظك الله يقول لك والله ده من العقرب وعاتي. وانت كان طقتك عقرب بتعمل لك شنو انت؟ ما تفك الحجاب يا اخي. خلي عقيدتك في الله صحيحه. ناس تعظم الله سبحانه وتعالى. قال في سوره الرعد الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف بعد قال شنو؟ قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وش تقول؟ تلقى حجاب تقول لي كتبوا لي الشيخ. تفتح الحجاب تلقى مكتوب فيه شعشع وسهسهوب وطهطهوب ولهوب. دي أسماء سيدي أسماء بشر عليك والله. دي أسماء بشر. شعشع ده بشعشع بيك يا أخ مالك ومال شغل زي ده؟ والله الذي لا إله غيره. يقول لك طبله والشدة بتاع رزق وبتاع الحجاب ذاته تلقى مفلس. لاقاك بتاع حجبات غنيان مفلس وذاته ريقه ناشف وخشمه حامض وليه الظهر ما فطر وليه انت فطرت لك ما ترزقنا. طيب حجابك ده بيشتغل 200 ليه الظهر انت ما فطرته؟ يا اخ اقلع الشدة يا اخ اقلع. والله الذي لا اله غيره. هوس ثقيل في البلد دي يا جماعه. الناس عقيدتها تبقى في الله صحيحه. النقطه الثانيه الزوج زي ما قال اخونا شياب ابعد من الهوى ده. قلت البنات ديل هوس يا اخي. امشي اتزوج دق الباب السلام عليكم انت ابو سوزان؟ يا هو ذاته وصلته يا اخي. انا دايره يا اخي الموضوع ده ما تباركوه يا جماعه والتمر فيه والعقد فيه. اديناك عقد ثاني تعالي تونسوا. ويا سوزان وفي هذا السودان وإلى آخره وناكل مخبازة سوا والبيبسي نتقسمه سوا نعيش سوا في الهوى. ما أفضل بذلك. لكن تمشي تغش بنات الناس يا أخي السلام عليكم وعليكم السلام. وريته لو بيسلموا كيف أصبحتوا من الصباح مشاكل. كيف أصبحتوا؟ أصبحنا تمام. كان ختيناك أها. والجو كيف؟ الله الجو حار وطرحتك وجيها ما شاء الله مطقمة مع الشراب دي كان لابسة شراب وإلى أخي. ويغش فيها يغش فيها وتغش فيه والموبايل. وأنا أبوي جاي من أبو ظبي وأبوه في الملجة بيع بامبي وأنا وين وإنتي وين وإلى آخره. يغش فيها وداري دق فيها مقلب وأنا قاعد داري بقلبه وأنا قاعد في البلد. اليوم مصايب ثقيلة جدا وبلاوي. ما تغش بيت الناس بعدين انت ما تعمل فهم فتح. انا دار اعيش اللحظه دي. وبعدين تعرف الرسول قال شنو صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من روايه سمره ابن جندب رضي الله عنه. عليك الله الحديث ده فكر فيه بالراحه كده. في البخاري حديث صحيح حديث صحيح. قال سمره ابن جندب رضي الله عنه كان الرجل والله يزول يسمع الحديث ذا تاني مش يغوش بنات الناس. والله ده مشكلته طويلة. والذي رفع السماء لا الحديث ذا فيه عذاب قبر. كلام بتاع عذاب قبر. ما تفتكر لحظة ساي والصدار بالهوى والنفس وماشي تقعد لك تحت شجرة وإلى آخره
وتلخبط شغلتك دقيقتين بس، لكن بعدين بتتورط تخش في التناول، بعد شوية يجوك ألو ونحن لخبطناه أهو الحل كيف وإلى آخر. لا إلا حتى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن شنو حملهن. انت خش في بنت الناس يا اخي، وانا بحبك وعديت النجوم وما قادر انوم، وحرام القلوب طلب خلاني اتقلب، بديك بسطونه وابتدي بقلب ثاني تقلب سايته والله، ويحضروا في الغنيه ويبكوا. ذاك يغشون يا رئيس وقف المركب خلي الشباب يركب، مغرقون وين انت موديهم وين؟ والله ما شفته قال لك عامل فيها تفتيحه يفتح كويس، تغش يا اخي ويجي يغشوك في النهاية بكوك. الرحلة طويلة طويلة طويلة، والدنيا حزينة حزينة، وطيبك حزينة وطويلة مالك سوي لنا ازعاج، وتغش فيها ويهز في راسه تجي رجفة كيف زي ما كانت الخياطة ما بعرف الحاصل شنو، والله الذي لا اله غيره. يغش فيها حديث قال لك في البخاري، سمر بن جندب رضي الله عنه قال كان الرجل يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقص له الرؤيا فيفسرها له صلى الله عليه وسلم، قال حتى أتانا ذات يوم فقال أتاني الليلة آتيان، أنا ذاتي قال لهم رأيت رؤيا في المنام ورؤيا الأنبياء حق، قال أتاني الليلة آتيان يعني أتاني ملكان فأخذا بيدي فقالا لي انطلق، فانطلقنا. قال فأتينا على رجل مضطجع، واحد راقد وآخر قائم عليه بصخرة يسلغ بها رأسه فيتدحدح الحجر فيذهب فيأتي به فإذا رأسه قد نبت، يضرب براسه في بالصخرة دي في راسه لما راسه يتفتفت والحجر يدحدح، تاني يجيب الحجر الصخرة ده راسه يبقى تاني راجع تاني يضربه. فقالا له فقلت لهما من هذان؟ فقالا لي انطلق انطلق. قال فأتينا على جبل وعر فقالا لي اصعد، قلت لا أطيقه إرقة، قلت لا أطيقه، قال اصعد وسنسهله لك. قال فصعدت فإذا برجال ونساء وأشياخ يعني ناس كبار في السن على مثل تنور، تنور فرن كما قال النووي رحمه الله، فرن أعلاه ضيق وأسفله واسع، فرم فوق قال لك ضيق وتحت واسع جوا فيه رجال ونساء وناس كبار في السن أشياخ، قال وتحتهم نار فإذا أضرمت يعني اشتعلت قال كادوا يخرجون، ضوضوا يعني صاحوا يعني بصرخوا جوا تسخن لما يقربوا يمرقوا تاني يرجعوا ويصرخوا جوا في الفرم ده. فقلت من هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فأتينا على نهر من دم وإذا فيه رجل يسبح وآخر على شاطئ النهر وعنده حجارة، كلما أراد أن يخرج هذا ألقمه الحجارة في فيه يعني في خشمه في فيه في خشمه. قال فقلت من هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال فأتينا على رجل مقرض بالمقاريض من شفتيه، حديد زي كماجات يعني قال لك واحد في الشفة تحت والحد قريب بطنه والثانية في الفوق لحد منتصف الرأس. فقلت من هذا؟ قال لي انطلق انطلق. في نهاية الحديث قال له أما الرجل المضطجع وآخر قائم عليه بصخرة يسلغ بها رأسه فهو الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، صلاة الصبح أوك لما تطلع الشمس تاني يصلي، وصلاة الظهر مع العصر وملخبطة بنوم بالصلوات، واحد يضبط المنبه بعد الساعة 7
الصبح ما بقوم. كان قال له عندك طيارة الساعة 4 صباحا يعدي الليل شت صاحي يشرب في الجبنة، ولك كان دقصنا بنتلحس والصبح ينوم به. شوف الزل عليك الله، اضبط المنبه من الليلة قبل الساعة لساعة، وخلي السفة لأنه بتحميك النوم الصحية. السفة ده بيقعد قريب 5 دقائق تحت المخدة يهبش ومغمض، لما القائد أردمة يخد تحت يرقرق. خلي السفة دي بتفتل لك راسك، ما تقول لي بتوزن راسي، الله خلقه مفتول وميزان عجلة، انت بتوزن داري وشنو وزنه راسنا داسي ما موزون نحن، لا في سفة لا هناي. وبسفة ده يقول لك البلد دي ونحن ولازم نقلبها وكذا، وانت صعود العفن ده بتسفه، باقي لك انقلبتها ما بتسف القروش دي جات والصعود سفيته انت ما قادر تخليه. والله موضوع طويل، ولذلك قال لك ينام عن الصلاة المكتوبة، ده من أسباب عذاب القبر. وأما الرجال والنساء والأشياخ على مثل التنور فهم الزناة والزواني، يعذبون في قبورهم. نازل بعد واسي ضحكة ووك ونعيش اللحظة دي، وما في حتى رسالة تانية، وبيها الصبر شوية، ما تصبر انت كثير، تصبر شوية ليه؟ اصبر كثير وامشي اتزوج. شفت القمر سرحاني تو، ولا ده شغل قديم استجابه بتدقه، وهل صعبين ازعل طرشك تشقه تشقه بطيخه انت بتتشقه ليه؟ تشقه وما تشقه والله. وما بعرف ومذاك راكب في الحافله جماعه شغالين قصه تريده بين اثنين، بين مسلم ومسيحيه، احلف لها بالاسلام وتحلف بالمسيحيه، ده الملخبطين من حليفتهم دي ملخبطين. ويا اخي انت كان اتزوجت مسلمه وحلال تتزوج نصرانيه، لكن كان اتزوجت مسلمه ومشيت عديل ما الحمد لله، خليه الحمد لله، خليه تتزوج ديك لكلكتك دي بتخريبها مره واحده. والله الذي لا اله غيره، ده الناس يا اخي الواحد تلقى زي ما قال لك يسمع في الاغاني انجليزيه ولك 50 سنت وما بعرف ايه، ولخبط الركشه تلقاها ترجف فراه تل تل تل. في ناس عجيبين، نحن نسوي محاضرة يقول لك ما تزعجنا، ومزاجه الإزعاج ده. أنا والله مرة لقيت رقشة ما في ولا كلمة، بس تل 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 ولا كلمة ما في، والله مزاج غريب مرة واحدة. ده فاهم شنو داسي ده تعرف كاتمة معاه مرة واحدة، وبعدين تانيين شغالين يا أخونا وبلاوي ومصايب. أنت قال الشغلة دي بس لحظات تخش بيت الناس حبش يتزوج يا اخي، دق الباب ناس كتار ما لاقين يا اخي يتزوجوا، والله الذي لا اله غيره، بنات كتار دق الباب يتزوج الاولى امورك زبطت الحمد لله، لسه بتتلفت جيب الثانيه طوالي، جيب الثانيه وخدتين سوا، فلقوك بالعدس وكله ساي الحس وابقى مارق، من هدوك كمشه وكله ساي، تعمل شنو يعني في الحياه دي؟ اثنين ما جاب راسك جيب الثالثه طوالي، برضو ثلاثة لسه بتتلفت جيب الرابعة، تاني كانت تلفت تعال قابلنانا، أربعة تاني كانت تلفت إلا بسطونة بس، ده باقي لك أربعة الزوج، أنت قلت تاني تسبح براك الله يتقبل، أربعة ده اللي يجيبوا لك كم سي وسيو، تاني النوم يغلبك تجي تنوم ده يدمسك فينا خرتك بابا ويابا وكل آخره، ده يسوي لك مجا ده نسيبك بيجاي تاني، لا بتفضل يا سوس ولا سوسه ذاته بتفضل، لكن تقعد تغش في البنات كتار يا جماعه، الناس ما تتزوج واحده، تزوجوا اربعه هاي ولا كيف؟ تزوجوا اربعه وانا بعقد لكم ان شاء الله، ما في اي مشكله، التمر راقد والامور كويسه، تزوجوا اربعه وامشي غشها يا اخ، قول لا انا بحبك واكثر من الثلج ونكسر الثلج واي شيء، تقعد تاخذ غش في بنت الناس هاي انا والى اخره، ونعيش قصه سوا. يوم مره مشيت جامعه في مدني والذي رفع السماء، واحد في البورت كاتب ولاجلك خلقت، ده كتم مره واحده، الله قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هو ده اكبر منا خلقوه عشانك كيف؟ ومرك في الدنيا دي قبليه، شوف الناس ذلك الله وصلوا مراحل زي دي، والله الذي لا اله غيره. ما شايف قبل فتره قالوا واحد سجد لفنان، نازل وصلوا مراحل بعيده جدا،
ودي غجده ودي غجده وبكى بنات يبكن واولاد يبكوا وتلقاهم جنب البحر زي والدبرك وبيدعشوشه قاعدين اثنين اثنين اوك جماعه ويلاقوا بيناتهم بيبسي يشرب نص القزازه ويخلي نص هو نفسه فيها لكن خجلان من البيت اشربها ساعه يا اخي ما تعكر مزاجنا اشربها والله وياكل نص العيشه ويخلي النص وجيعانه ايه البيت كان مشت بس بيغادي لقته في المطعم بتعرف الحاصل بياكل الصحن ذاته بقرب الصحن الحاسو ذاته وياكل ويخش فيها ياكل في النص والله الذي لا اله غيره ناس غريبين وتلقاه والقروش جايبه بالدين مسكين يقول لله يقول له الله كريم ودي اديها قروش زي واحد اخوه جاب له الموبايل قال جاب له الرساله البيت كاتب له مشهور بالكرم وارواح نبيك تنجم حاشاك البخل ده معاه ما بتتلم رسل لي رصيد وده عليه ما بتندم والبليد بيكون رسل له رصيد والله ما غشته قروش الله بزالك منها يا اختي تغش بنات الناس ترسل لها رصيد وتكذب عليها وعامل فيها كريم يركبوا الركشه يدفعه ويركبوا الحافله يدفعه ده يقول لك يا اخي البيت دي وانا ما برضى فيها هم لخبته ذاته يفتشوا في الرضا بتاعه ولخبته كثيره جدا فالناس يا جماعه تشق ضريبه تمشي تزوج الفاحشه دي من اسباب عذاب القبر قال لك ديل في القبر يعذبون ونحن الان نصحنا الدار يركب راسه هناي والدار الحلال الباب مفتوح الحمد لله تمشي والله قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فما تغش بنات الناس يا اخ تسرح ساعتين وتوزن في المرايه بيجاي واحد بيغادي وفي راسك بيجاي وتسريحه كيف ويخشوا يا كريمات ناس عليك الله بدل يشوف لا زيت مكنه ولا زيت فرامل يتمسح به شغال يا اخي كريمات وبيجاي مناطلين كيف وفنايل كيف وسلاسل وغويشات وذاته ما تعرف زول ولا ركشه مكشف وذاته زول ذاته تلقى مكشف والله الذي لا اله غيره ويخشوا الناس يا اخو زي ما قال لك يوم يتعلق له بيت شهاده عربيه دي كمان تدق فيك مقلب انت تكون غبي زيه وزيك كذي تمشي تتعلق بها وزي ما قال لك الشيخ جزاه الله خير وقال لي بعض اخواننا التانيين ده تمشي تتعلق بها وانا وان شاء الله تمام والحمد لله ويجي وقت العرس يقول لك انت شغال شنو؟ قبل واحد حكى لنا قصه قال واحد بتاع ركشه مأجر واحد داق ملياردير وأجر بتاع الركشه بيجي بوصل بيته في النهايه بتاع الركشه عليم وربه بيتونس معاه في الطريق ولا كيف ما الشغله ما مضمونه قلبه تعلق بها مشى ليه ابو البيت قال له انا داير البيت دي قال انت شغال شنو؟ قال له والله شغال موظف الشهر 5 مليون وبجاسف الباقي بالركشه دي قال له اخ بتي دي 5 مليون بيتزا ساي بتكملها والله ادو شاكوش لما نعرف حاجه ذاته انا حبوباتنا ما بعرفن بيتزا ذاته يا اخ ولا بعرفن حاجه زي ده اكل ذاته بدعه كان في الدين كان بيكون بدعه لكن في الدنيا اكله زاي ما في شيء والله الذي لا اله غيره تعلق لك ببيت زي دي يا اخي تقعد تبكي بالليل وكل هيب الشوق وجواي نغم وتقعد تبكي براك انت مالك ومال شغل زي ده والله ما شفت الفنان قعد في نهايه غلبته بقى قال جوا جوا تقطعت حته حته ده ما تقطع براه هسه اذا كان قرا قران كان يتقطع لكن قطع نفسه براه يتعلق بيديه ويفكر في يديك ويعاين ليديه والام سايخ تمشي في الشارع تتفرج تقعد الله بيسالك من بصرك تقعد تتفرج وتجي تقعد تبكي براك هنا تتذكر الصور دي تجيك الملفات وانت تقعد تبكي غض بصرك من الحرام وبنات الناس اللي بعيد منين ناس يا اخي بيقعدوا جنب البيت قاعدين متلصقين مرات يحننك البيت تحننه ما شفت تحننوا ديل الله يهديهم وانا كاشف انا كاشف الحنة سوداء حنانو امس والحمراء دي الليله كاشف انا ما عارف انا ما حاضره لكن زولي مد يده عليك الله انا مد يدي بتحنني الله
لا ما تزعلوا ما تزعلوا، الناس ديل رفعوا يديهم ديل ما يزعلوا. أنا والله ما جينا نستفزهم ولا جينا هنا، ما في ناس بيرفعوا كذي معناها خلاص يتحمق مرة واحد. لا ما تزعل، أنا والله دار لك الخير، ما قصدنا الكلام العام، وإلا لو شفنا زول الآن بعينه شخص بعينه وكذا ما بنقدر نستفزه. فأنا والله خايفين على الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى، والكلام يطول والناس تتوب إلى الله وتعظم الله تعالى. نحن نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا على حسن استماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله فيكم.